السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين السا من سلسلة تمارين الدالة الأسسية. إذا التمرين السا حل فائر المعادلات الآتية. إذا نبدأ بالحالة الأولى. إذا ليكن دي إي مجموعة تعريف المعادلة إي، وليكن إس إي مجموعة تعريف المعادلة إي. دائما كنبدأ بتحديد مجموعة تعريف المعادلة. إذا دي واحد، هنا ما عندناش إشكال، دونك هنا مجموعة التعريف غتكون هي R. إذن او ديال جوج اكس، هذه المعادله هذه عندنا او ديال جوج اكس راه هي او اكس لكل اس اثنان ناقص 5 او اكس زائد 6 تساوي 0. إذن هذه شنو غادي ندير؟ غادي نرجعها لشكل المعادله من الدرجه الثانيه. غادي نوضع واحد المتغير، نضع ماذا؟ نضع تي. إذا من الأحسن نبقى نوضع تي، لأن لو وضعنا إكس جرون إكس يمكن في التالي نعتبر داك جرون إكس هي الحل، وبالتالي من الأحسن نوضع تي يعني أو أي متغير آخر غير إكس. إذا نضع تي تساوي أو ديال إكس. إذا المعادلة تصبح على شكل تي كاري. إذا كنعوض أو إكس بالتي، ناقص تي كاري ناقص 5 تي زائد 6 تساوي 0. كندير دلتا باش نلقى الحل. اذا دلتا عندنا هو ناقص او بي او كاري اللي هي ناقص 5 اس 2 ناقص 4 في 6. اذا هي 25 ناقص 24 اي تساوي لنا 1. اذا الحلول هو تي 1 تساوي ماذا؟ ناقص بي اي 5، انتبه للاشاره، ناقص ماذا؟ ناقص جذر دلتا. اذا جذر دلتا هو 1 على جوج ال هي جوج، لأن يعني أ كتساوي لنا واحد. أو الحل الثاني اللي هو 5 زائد 1 على جوج. إذا هنا 5 ناقص 1 هي 4، 4 على جوج جوج، 5 زائد 1 6، 6 على جوج 3. إذا لقينا حلين، يعني لقينا تي 1 كتساوي لنا جوج و تي 2 كتساوي لنا، إذا هنا أو إذا تي واحد أو تي جوج كتساوي لنا ثلاثة. حنا لقينا تي، حنا كنقلبو على إكس. إذا كنرجعو، إذا شنو كيعني هاد؟ كيعني بأن أو إكس كتساوي لنا جوج أو أو إكس كتساوي ثلاثة. إذا إما إكس كتساوي لنا الألان ديال جوج أو إكس كتساوي لنا الألان ديال ثلاثة. وبالتالي ف اس واحد تساوي الالان ديال جوج، هي مجموعة الحلول هي الالان جوج الالان ديال ثلاثة، يعني المعادلة تقبل حلين. في المعادلة الثانية عندنا او اكس زائد ستة او ناقص اكس تساوي 5. بطبيعة الحال هنا عندنا او اكس وعندنا او ناقص اكس، اذا باش نتخلصو من هاد او ناقص اكس يمكن لي نضرب طرفي المعادلة في او اكس. اذا كنضربو، قبل ما نضرب غادي نحاول نحدد مجموعة التعريف اللي تا هي كتساوي لنا ار. اذا غنضرب او اكس في طرفي المعادلة. اذا او اكس مضروبة في او اكس زائد 6 ناقص اكس تساوي 5 في او اكس. اذا ضربنا او اكس في الطرف الاول او اكس في الطرف الثاني. اذا او اكس في او اكس هي او اكس الكل أس 2 زائد أو إكس مضروبة أو ناقص إكس تساوي 5 أو إكس. إذا أو إكس الكل أس 2، عندنا أو إكس مضروبة في أو إكس يعني هي أو إكس ناقص إكس. إذا هذيك 5 أو إكس ردها للطرف الأول غترجع ناقص 5 أو إكس. إذا أو ديال جوج إكس او اكس ناقص اكس هي او صفر هي 6، اذا كيبقى لنا ناقص 5 او اكس زائد 6 في 1 هي 6. وطبيعة الحال لاحظتوا معايا هذه المعادله راه هي المعادله اللي صوبنا المعادله الاولى. اذا مجموعه الحلول راه غتكون نفسها، اي الالان ناقص جوج الالان ديال جوج الالان ديال 3. اخر معادله عندنا الجذر المربع ديال او اكس زائد 3 تساوي 2. اذا مجموعه الحلول او مجموعه تعريف هذه المعادله ديال 3
إذا إحنا عندنا الجذر، ما بداخل الجذر إذن خصو يكون موجب، يعني أكبر أو يساوي صفر. إذا أو إكس زائد ثلاثة خصها تكون أكبر أو تساوي صفر. إحنا دائما عندنا أو إكس أكبر قطعا من الصفر، إذا المجموع عددان موجبا هو دائما موجب، وبالتالي الشرط دائما محقق. إذا لكل إكس من R أو إكس زائد ثلاثة دائما محقق. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن دي ثلاثة راه هو R. إذا هذه المعادلة غتترجع، غادي نحل دابا المعادلة في R. إذا هنا باش نتخلصو من الجذر غادي ندير الكل أس اثنان كيساوي لنا الكل أس اثنان. إذا الأس كتمشي مع الجذر كيبقى لنا أو إكس زائد ثلاثة تساوي أربعة. إذا أو إكس دايما تكافؤ، إذا أو إكس ثلاثة غندير الطرف الثاني غترجع أربعة ناقص ثلاثة، إذا تساوي واحد. أو إكس تساوي واحد يعني أن إكس تساوي الآلان ديال واحد، أي والآلان ديال واحد راه هي صفر، إذا إكس تساوي صفر. إذا إس ثلاثة اللي هي مجموعة الحلول كتساوي لنا العدد صفر.